لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين يا باب الرحمة ونجاة الأمة وأبا الأئمة وسراج الظلمة. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا، وأقل الفداء يا قتيل العدا، ويا مسلوب العمامة والردا، يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، ومصيبتكم إلى القيامة باقية، وحق رأسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصام قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع أمعانا، وخيلا وطى صدرك على حر الوطية، داست يا بن حدار على قلوب المحبين،
وبقلوبنا تخليك عارب غير تشفين أبو علي وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أسلط الحديث حول مرحلة لعلها من أخطر المراحل وأشدها على الأمة فمعلوم عندكم أن مولانا الإمام السجاد إمامته من أطول فترات الإمامة امتدت لأربع وثلاثين سنة إمامة مولانا إمامته طويلة 34 سنة إحنا الخطباء للأسف ركزنا على 34 سنة على زاوية واحدة فقط وهي زاوية النظرة والمأساة التي عاشها مولانا زين العابدين على أنه في هذه الفترة لا ننكر أن مولانا السجاد ما ذكر مصيبة أبيه الحسين إلا وخضلت لحيته بدموعه حتى أصبح من الخمسة البكائين لكن علينا أن نستكشف دور مولانا الإمام السجاد وإذا أردنا أن نعرف ما هو دوره مسبقا علينا أن نعرف ما هي الظروف التي كانت تحوطه بدأت إمامته في يوم عاشوراء وأبوه على البوغاء صريعا الإمام السجاد أخذ دور الإمامة وأبوه أبي عبد الله وأبوه أبو عبد الله الحسين عفيرا جسدا بلا رأس الثلاث السنوات الأول فيها ثلاث خطوط حمراء قد تم تجاوزها بطريقة سافرة السنة الأولى قتل الحسين السنة الثانية أبيحت المدينة السنة الثالثة هدمت الكعبة لما تم تجاوز هذه الحرمات الأساسية لم يبقى حرمة ما زاد الطين بلة كما يعبرون أن المدينة المنورة الوالي عليها يقال له الوليد بن عتبة هذا ولد أخو معاوية الوليد بن عتبة بن أبي سفيان لأنه لم يؤدي الدور المطلوب وهو أخذ البيعة من الحسين عزل من تم تعيينه؟ تم تعيين مروان بن الحكم ادمج هذه النقطة يزيد يفعل المنكرات وينتهك المحرمات وفي مدينة النبي يعين طريد رسول الله واليا وأميرا هذا عنده عدة أحقاد وهو يعرف ما يسخط قلب رسول الله وما يحزنه
فانتشرت في المدينة الملاهي والمراقص، وبيعت الخمرة جهار. هذا اثنين. وارتفع حد الزنا واللواط. خب طبعا ما يمكن أبدا أن يقام حد على شرب الخمرة. ليش؟ لأن يزيد مبتكر أنواع من أنواع الخمور، مو فقط شارب كما أشرت مرة من المرة، مو شارب خمرة، لا، مبتكر إلى أنواع. الفقاع، روح شوف أنت، ابحث الآن الفقاع، من الذي ابتكر هذا النوع من الخمر؟ يزيد، وهو يقول اشربوه فإني أول من صنعته. والإمام الصادق يقول إذا رأيتم الفقاع فلعنوا يزيد. مروان وبنو أمية جعلوا سياسة جديدة في توزيع الموارد من بيت مال المسلمين. هذا التوزيع مبني على التمييز الطائفي وعلى الولاء، وبالتالي من كان عنده ولاء فإن له نصيب من بيت مال المسلمين، ومن لم يكن على ولاء أو أنه كان معاديا فلا علاقة له ببيت مال المسلمين. نستنتج: واحد، انحلال أخلاقي، اثنين، الفقر، ثلاثة، المجتمع الطبقي. صار المجتمع ذو طبقات، وصار الفقر على وجه، والانحلال مع حالات متعددة للانتهاكات والضربات القاسية على كل من كان يعلن التمرد. ساكم الله بالخير سيدنا. ودونك ثورة زيد بن علي، ثورة زيد بن علي وما صنع فيه. فإذا حصل احتقان سياسي شديد. طبيعة فقر وانحلال أخلاقي وضربات بيد من حديد كما يعبرون، برز المتزلفون، فانتشرت العيون والجواسيس في أرض الحجاز والعراق. وهذا سبب شنو؟ سبب انتشار واحد الشائعة، والشائعة من أخطر الأمراض على المجتمع، وساعد حكومة بني مروان وحكومة بني أمية أن يقووا هذه الشائعات، فتفكك المجتمع، وبالتالي حصل تفكك اجتماعي. إذن مشكلة سياسية، مشكلة أخلاقية، مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية. كيف كان الإمام يستطيع أن يعالج هذه الأمراض الخطيرة؟ تفجير ثورة سياسية ما كان الوضع يتحمل، وضريبتها أشد. أول خطوة وأول ثورة فجرها مولانا الإمام زين العابدين أنه بدأ بثورة في الروح، ثورة الروح. هذه الثورة تمثلت في إرجاع الروح إلى مقرها الطبيعي. الروح، النفس، إذا كانت مضطربة فإنها لا تثق، إذا كانت مضطربة فإنها تخاف، إذا كانت الروح مضطربة فإنها تميل إلى فعل الحرام، إذا كانت الروح مضطربة فإنها لا تعيش الأمان. كيف يمكن أن ترجع الروح إلى مستودعها الذي جعلها الله؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أول حاجة. فكانت أدعيته بأبي وأمي خير ثورة بدأ تفجيرها مولانا أبي محمد
الصحيفة السجادية وصل الآن إلينا من الصحيفة 54 دعاء، ضم إياها 15 مناجاة، ضم إياها بعض الأدعية الطوال مثل أبي حمزة وغيره، تتجاوز 70، وهذا نزر قليل من أدعيته بأبي وأمي. وإذا قلنا الصحيفة لا يعني أنه دعاء وفقط، لا، تربية، اجتماع، سياسة، اقتصاد إلى غيره. عشان لا يكون كلامي عام أعطيك مثال، تبدأ الصحيفة بالبناء العقائدي، فدونك دعاؤه في تحميد الله وتمجيده، بناء غريب في وصف الله، من هو الله؟ اقرأ دعاء الإمام في تمجيد وتحميد الله. تريد من جانب اجتماعي؟ روح شوف دعاؤه إلى جيرانه، دعاؤه إلى إخوانه المؤمنين. تريد جانب تربوي؟ دعاؤه إلى أبنائه. تريد جانب في الرحم؟ دعاؤه إلى أمه وأبيه. تريد جانب سياسي؟ دعاؤه لأهل الثغور. تريد جانب فكري؟ تريد جانب روحي، جانب عبادي؟ حتى إذا نظر إلى الهلال فإنه له دعاء فيه فكر ومعرفة وعلم وارتباط مع الله. شفت إنسان ميت عنده دعاء، وفي هالدعاء يحوي على الكثير من المعارف. شفت أنت إنسان مبتلى، قال اقرأ هالدعاء، يعني شيء متكامل على طبق من ذهب. هذه أول ثورة. وأمير المؤمنين يقول عليه السلام: أنفسكم ميدانكم الأول، إن استطعتم عليها فعلى غيرها أقدر. إذا الإنسان فعلا استطاع أن يعيد النفس إلى مستقرها ومستودعها، فإنه فعلا استطاع من خلال كل ذلك أن يحقق انتصارا كبيرا على جميع الأصعدة. هذا واحد. اثنين، إذا حل الأزمة الأخلاقية، حل الانحلال الأخلاقي. اثنين، الآن الجانب الاقتصادي الطبقية، يجلس مع العبيد، رأس الهرم علي بن الحسين باتفاق الجميع أنه زين العابدين، يجلس مع العبيد فيأكل معهم. سيدي ما يناسبك، قال لا خلني أكون هكذا. فالنار ولو كانت لسيد قرشي، والجنة ولو كانت لعبد حبشي. هذا هدم فكر الطبقية، هدم مشروع بنو مروان، مشروع بني مروان. الفقر كيف يمكن أن يعالج؟ فعزز فكرة الجراب، صدقة السر. وهذه تختلف، هذه تحل أزمتين. صدقة السر تحل أزمتين. الأزمة الأولى قضية الفقر، الأزمة الثانية الجانب الاجتماعي. شلون؟ إيش علاقة صدقة السر بالأزمة الاجتماعية؟ يلا نعطيك مثال. التفت إلى فذلك من قبل أحد المحققين: الصدقة لها ثوابها وآثارها. لنفترض أن زيد من الناس يعيش احتياج مادي في القرية، وموجود ثلاث قنوات تسد حاجته: ألف وباء وجيم. الصدقة العادية يأتي ألف فيعطيه، ويمكن باء وجيم ما يعطوه. هذا الفقير شنو يصير فيه؟ يحمل على، تميل نفسه إلى ألف، ويحمل في نفسه على باء وعلى جيم.
هي نتيجة المعادلة. إذا كانت صدقة وهو لا يعلم هي من ألف أم من باء أم من جيم أم من غيرهم، شنو راح يصير في نفسه؟ سيحمل الحب والامتنان إلى ألف وإلى باء وإلى جيم، لأن احتمال من عند هذا واحتمال من عند هذا واحتمال من عند هذا. هذا مشروع راقي قدمه الإمام بأبي وأمي. فإذا جن الليل ونامت العيون وهدأت الجفون وغفت الجفون، وإذا يحمل على ظهره الحنطة والشعير والقمح والعسل. ولا تقول يحمل الزائد، لا، هذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا اللي يخرج من ماله لأجل الآخرين، هذا كان أحد أركان حل المشروع الذي جاء به بنو أمية، فاستطاع أن يحل ذاك المشروع الاستكباري. مع كل ذلك استطاع أن يعطي جوانب عملية وليست نظرية في الأخلاق، والأخلاق تردت، وفي العفو. أذكر مصداقين. المصداق الأول، جارية من الجواري تحمل أصياخ حديد لشوي اللحم. الصيخ عادة يكون في طرفه ماذا؟ سانا حادا. ففي الدرج يسقط الصيخ من الحديد على رأس أحد أبنائه الصغار فيموت في ساعته. هذه جارية، هذه مملوكة، هذه عبدة. قتلت ابن قائد، قتلت ابن سيد، قتلت ابن رأس الهرم، مو إنسان عادي. فتنظر إليه فتقول والكاظمين الغيظ، قال كظمنا غيظا. الابن عزيز ترى، قالت والعافين عن الناس، قال عفونا عنك. شوف كظم الغيظ يختلف عن العفو. ليش؟ الآن فعلا غيظي بكظم، بس خب ما يرفع هاي العقوبة. أما والعافين لا، رفع العقوبة. قالت والعافين عن الناس، قال عفونا. قالت والله يحب المحسنين، فأمر لها بمبلغ كبير من المال وقال أنت حرة لوجه الله. هذا نظري، لو عملي. القائد يعفو عن من قتلت ابنه خطأ. جانب ثاني، جانب ثاني من جانب حياة مولانا أبي محمد، وهو جانب أيضا مهم في هذا النموذج الأساس. قال لو ائتمنني قاتل أبي على سيفه لأديته. في أعظم من فاجعة قتل الحسين؟ وإذا مولانا السجاد يقول سيفه لو جعل في يدي أمانة لما خنتها. كثر يخجل غيره أن يخون الأمانة. هذا الصعيد الأخلاقي. أخيرا، قد أطلت عليك وأنت مملوء تعب. يقول الجانب الإعلامي، آباء أخوان، الجانب الإعلامي مو قمر صناعي. الإعلام مو محطة فضائية ولا قناة إذاعية ولا شبكة عنكبوتية
ولا وسائل الاتصال الحديث، هذه مصاديق للإعلام. الإعلام أعم من كل ذلك. لباسك إعلام، تسريحة الشعر إعلام، حديثك إعلام، لباسك يعكس شخصيتك وشخصيتك تعكس انتماءك. أنا أسألك، من الذي يتحكم الآن في موديل العباءة والساتر إلى المرأة؟ الغرب يتحكمون في طريقة لبس المرأة المسلمة ويفتخرون، يقولون استطعنا أن نسيطر على حجاب المرأة بالطريقة التي نحن نريد لا من هم يريدون. وأصبح الآن ستر المرأة بدل أن يكون إعلام أصبح الآن ترويج إلى ثقافة غربية صهيونية، بدل أن يكون ستر الزينة أصبح زينة، فيصرخ في أذني من كان غافلا التفت، فإن هذا اللباس جاذب. الإمام لا، استغل فكرة الإعلام واستطاع أن يوصل مظلومية الحسين، واستطاع أن يكشف زيف بني أمية، فكان أمته بدل أن تكون خضراء سوداء، فيلفت الأنظار. أوليس الخضرة زهاء وفيها يسر للناظر وتسر الناظرين؟ أسود مأساة. قال بلى، إنه يعيش مأساة عظيمة. خاتم الثورة، خاتم الإمام ثورة، الخاتم ثورة، فينتشر في كل أرجاء المعمورة نقش خاتم زين العابدين، شقي وخزي قاتل الحسين. وصل مظلومية بخاتم. أنا وأنت يمكن ما نتصور إيش كثر هالخاتم هذا أثره، لكن لما تعرف أنه إذا دخل إلى بيت الله الحرام وأصبح الحجيج صماطين، ليقول فرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي الطاهر النقي العلم. طبيعة المشهور، طبيعة من تكون الأنظار انصبت إليه، طبيعة من يكون في أي مكان هو رأس الهرم، كل شيء تتبعون أموره. مثل إحنا للأسف اليوم نريد نعرف اسم الممثل واسم زوجته ومتزوج لو مو متزوج، وشنه سيارته، وهاي اللاعب وش يشتغل، وشنه وين كان قبل في هالنادي، وشنه نتبع أخبار الممثلين والرياضيين. هذين أيضا كانوا يتبعون أخبار من المفترض أننا نحن نتتبع ونستقصي أخبارهم، يبغون يعرفون شنو نقش خاتم ماله، خاتم عقيق لو فيروز، وش منقوش فيه؟ خاتمه إعلام. يدخل إلى سوق الجزارين، أنت تعرف الجزار قلبه ماذا؟ قاسي. لكن زين العابدين إذا دخل إلى سوق الجزارين قلب السوق إلى مأتم ونياحة. هو ما قال شيء، كلمات بسيطة، كلمات بسيطة قلبت المكان مأتم. يقول ما تصنع إن أردت ذبح شاة؟ قال سيدي أسقيها ماء. قال ليش؟ قال سيدي هذه ذات كبد حرار، شلون ما أسقيها؟ قال فإن أبد، قال ما أذبحها، ما أذبحها.
توجه يوم الجمعة الليلة وحشة دار الباقر، توجه ويا الإمام، خل قلبك ويا زين العابدين، يتوجه بأبي وأمي إلى جهة كربلاء بصوته الحزين الشجي، معروف بصوته الحزين، إذا قرأ القرآن أوقف المارة، ينادي ودموعه على خده: السلام على الغريب الظمآن، السلام على الذبيح العطشان، السلام عليك يا أبا عبد الله، لا أن تذبح الشاة حتى تروى من ضمن، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يبكون يقولون بعض الزوار قبل 5 أيام المدينة المنورة، يقولون ليتنا لم نذهب، خير قالوا قلنا راح نحيي وفاة السجاد في المدينة. طلعنا البارحة من مسجد النبي بعد صلاة المغرب والعشاء، ومرينا على البقيع مغلقة، القبر مهجور مهدوم. مو المفترض المشاية اليوم يروحون؟ يستاهل لما يستاهل؟ وإذا القبر ممنوع أحد يزور، يجلس. وترى يا مؤمن أريد أقول لك حاجة، ترى يقولون أعظم مصيبة هي مصيبة الحسين، لكن الحسين رأى الأهوال، رأى ما يشيب له رأس الرضيع، لكن اللي أعظم من مصيبة الحسين من رأى مصيبة الحسين وهي زينب، بس اللي أعظم بعد من زينب من رأى مصيبة زينب وتحملها، منه صاحبها اليوم. لذلك أبو حمزة المفترض أنك أنت تكون تعذر سيدنا ومولانا زين العابدين، 34 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ أما آن لبكائك أن ينقطع؟ يقول يا أبو حمزة إن نبي الله يعقوب عنده 12 ابن، وغيب الله عنه ابنا واحدا، فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن، وهو يعلم أن الله سيرد إليه ابنه. آدم أبعد عن الجنة، أنزل من الجنة ويعلم أن الله سيرده إليها، وبكى حتى أصبح في خدوده أثر البكاء. والجنة خلقت من نور، منه من نورهم، وقد رأى نور الجنة على البوغاء صريعا، ورأى أهوال تقطع القلب وتدمين. يقول لي اعذرني قلبي يا ابو حمزه، تراه تفتت وذاب مثل المصيبه اللي دهتني، ما حد انصار ذي
هيج الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العباد ماي فترون. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون، فرساعة وسدوهم حر التراب. لو شف الجسم اللي على المسنات مطروح، الله يا ابو فاضل، لا شف الجسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العريس مذبوح. ولو شفت الاكبر، تعرف انت الاكبر تبضع جسده، الاكبر تبضع جسده وتناثر لحمه، اسمحوا لي سادة، حتى بانت بياض عظامه. ولا شفت الاكبر ما علمتني بكثرة ناح، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب. انا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور، وكل ما طلع منا بدور للمعركة غار. بعد اكو في مصيبة ما ادري السادة يتحملونها لما يتحملوها. تقول زينب دخلت على زين العابدين، قلت له ابا محمد افق، الشمس قد كسفت، السماء تغيرت، الارض ارتجفت، ولا نسمع ونين لأبيك الحسين. قال عم زينب ارفعي طرف الخيمة. تقول رفعت طرف الخيمة. قال عم زينب ناوليني حجار أصك به رأسي، هذا ابن راعية الأغنام على صدر أبي. وما المصيبة اللي هيجت حزني عليا، أنا عاين الصدر حسين تحت الأعوجية، وحرقة وخيمنا وركبة وزينب مطية. شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصار. قال له سيدي القتل ليكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال يا ابا حمزة ما سمعنا قبل يوم عاشوراء سبيت علوية او ضربت هاشمية. بيت الدعاء واسألك الدعاء واعذرني على الإطالة. قال أنا ما أنكست رأسي لجيل دبح الصنادق، ما قصروا بالغضر يا زلزل البيت. أنا نكست رأسي دخول زينب مجلس زين، حسرة ومنه حليتام رأسها الشام. وقاد دليلا في العراق كأنني. يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وآل محمد، شافي كل مريض، رد كل غريب،
فرج عن كل مهموم ومغموم المؤسسين والحاضرين من شرف مجلسنا هذا احفظهم في أنفسهم وأهليهم وذويهم ومن يلوذ بهم يا كريم. اللهم اهدي ثواب هذا المجلس إلى المرحوم السيد أحمد السيد محمد ووالديه وابنه وابنه. اللهم بحق مريض كربلاء شافي كل مريض، وبحق أسير كربلاء رد كل أسير إلى أهله سالما غانما، وبحق الأسير وبحق غريب كربلاء رد كل غريب سيما السيد علي والمخصوصين والمنظورين، واجمعنا وإياهم يا أرحم الراحمين في خير ويسر وعافية. والفاتحة مع الصلوات.